أهلا بحضراتكم مرة تانية، وأول فقراتنا الحوارية النهاردة في هذا الصباح وقفة مع أخبار صاحبة الجلالة صحافة القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت. حيشرفنا في هذه القراءة الصحفية ضيفنا الأستاذ سليمان فؤاد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بحضرتك معانا، صباح الخير. أهلا أستاذ أحمد، صباح الخير. نبدأ بالخبر الأبرز يمكن في الجرائد كلها مش بس في جريدة الأهرام. الرئيس السيسي يزور الكلية الحربية فجرا. السيسي يقول للطلبة تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية الأصيلة. يمكن كانت زيارة الحقيقة يعني ما كانتش متوقعة الحقيقة، زيارة مفاجأة وفي وقتها كمان في الفجر، وعقبها كمان إفطار الرئيس مع الطلبة وكمان ماراثون بالدرجات زي ما احنا شايفين في الصور كلها الموجودة في الجرائد النهاردة. دلالة هذه الزيارة ايه أستاذ سليمان؟ ايه الرسائل اللي الرئيس عايز يبعث بيها من وراء هذه الزيارة؟ شوف يا أستاذ أحمد، الأول يعني خليني يعني أتوجه بالشكر لقناة النيل الأخبار. ببقى سعيد يعني ودايما لما بكون في التلفزيون المصري، تلفزيون الشعب، ده تلفزيون الشعب بجد يعني. طبعا طبعا. ما عندوش لا اجندات خارجيه ولا بيخدم على رجال اعمال، بيخدم على الوطن. بالظبط. زياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للكليه الحربيه فيها عدد من الرسائل. الرساله الاولى ان هو وسط اولاده، ما هدول قيادات المستقبل من الشباب. وخلي بال حضرتك يا استاذ احمد، يعني دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعطي القدوة، يعني هو قدوة بالنسبة لهؤلاء الشباب، موجود وسطيهم، بيركب الدراجة معاهم، بيقعد على بيفطر معاهم في الصباح، وده مهم جدا 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 للشباب، لأن احنا لفترات طويلة 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 كان الشباب ما كانش فيه قدوة. كان فكرة القدوة دي غايبة عنه بشكل كبير جدا، لأن احنا عشنا سنوات أو شباب عاش سنوات من التغييب العقلي والتغييب الفكري، ما فيش حد كان بيهتم بيه، ما فيش حد كان بيأخذ بيديه. تركناه لمواقع التواصل الاجتماعي، تركناه مع احترامي الشديد للترامادول، تركناه للحشيش، تركناه لده، تركناه لده، تركناه لده. يعني بدأنا بقى يبقى في اهتمام، واهتمام من مين؟ من رئيس الدولة الوطنية المصرية. ده رقم واحد. رقم اتنين، خلي بال حضرتك يا استاذ احمد، والرسالة الهامة يعني، لأن في طنطنة في الخارج. يعني بعض القنوات المعادية في الخارج، بعض الحملات الممنهجة، يمكن أنا متابع جيد جدا، يعني أنا كمحلل سياسي واقتصادي دايما ببص، يعني مش بس داخليا، بتبقى نظرتي للخارج، وشفنا الحملات الممنهجة وجاية من دولتين، من بريطانيا وجاية للولايات المتحدة الأمريكية، ودي حملات مدفوعة الأجر وأنا اتكلمت عنها كتير جدا، يعني بيجيبوا كتاب، يعني تلاقي كاتب بريطاني بيكتب في نيويورك تايمز، وأول ما بيهاجم يهاجم هو إيه؟ عايزين يصوروا للعالم إن المعركة ليست مع الدولة المصرية، المعركة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده غلط. هم معركتهم مع الدولة المصرية، معركتهم مع إسقاط الدولة المصرية. لما رئيس الدولة المصرية يكون موجود في الكلية الحربية وبيركب الدراجة وفي وسط ولاده وبيلف بالدراجة في شوارع القاهرة، دي رسائل هامة جدا لكل القنوات المعادية في الخارج، بقول لهم احنا موجودين على الأرض اهو، احنا البلد آمنة، رئيس الدولة المصرية موجود في الشارع، رئيس الدولة المصرية. هي يمكن كمان أستاذ سليمان هذه القنوات أيضا موجودة في دول، يعني موجودة في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، ومعروفة طبعا هذه الدول. لكن الرئيس دايما بيقول في المناسبات المختلفة اللي بتجمعه بالشباب، يمكن كان آخرها بالإضافة للكلية الحربية كان مؤتمر الشباب في أسوان، بيقول أنه دايما بيهدف من هذه اللقاءات أنه يقضي على أي مجال للفتنة والإيقاع ما بين الشعب، طوائف الشعب المختلفة وبين القيادة، ويمكن مركز أكتر على الشباب. لكن لما يكون زي ما يعني ما شفنا قادة المستقبل اللي هم طلاب الكلية الحربية، بالتأكيد ده ليه دلالة تانية على الناحية العسكرية أو الدفاعية ضد المخاطر اللي بتواجهها مصر. يعني رأي حضرتك إيه في هذه الزاوية من الموضوع؟ ما هو بس الروح المعنوية ده من يعني خلي بال حضرتك، أنت عايز تكسر أي دولة هتعمل إيه؟ ما أنت لازم تنشر الإحباط، وده تمام. اللي بيحصل دلوقتي على فكرة. تمام. يعني أنت بتنشر الإحباط، بتخلي الشعب ما عندوش ثقة في نفسه، وده اللي بيحصل. يعني الرسالة المهمة يعني وسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط ولاده اللي هم قيادات المستقبل العسكرية،
الروح المعنوية للمؤسسة العسكرية، لأن المؤسسة العسكرية عاملة لهم هوس. خلي بال حضرتك، عاملة لهم هوس المؤسسة العسكرية. وقفة المؤسسة العسكرية مع الوطن، المؤسسة العسكرية ما عندهاش أجندات خارجية غير الوطن، ما عندهاش هم تاني غير الوطن. ده مش بس الدفاع عن الحدود، يعني حتى المشاكل الاقتصادية الأخيرة كان دور خطير جدا 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 في المشروعات الكبرى، كان ليهم دور كبير جدا جدا. فهي الطنطنة كلها ان يضرب ده، الطنطنة دي كلها ان هو يبث روح من او يبث نوع روح من عدم الأمل ومن عدم التفاؤل، وعايز يصل لجنودنا وعايز يصل للمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية له دور كبير جدا، وزي ما أنا قلت. وخلي بال حضرتك كمان في رسالة هامة جت برضو، يعني الرسالة الثالثة اللي أنا كنت أحب أتكلم فيها، لما رئيس الدولة المصرية يبقى موجود من الفجر، ما هو دي الرسالة للشعب طبعا، رسالة للناس الكسلانين. يعني يوم الجمعة دي الناس بتصحى ما فيش حد بيصلي أصلا، يعني إلا يعني ما يعني لا، والرياضة يعني الدرجات بشكل طبعا رسالة، مش أول مرة يبقى فيه على فكرة يعني هذا المشهد. يعني دايما بنشوف الرئيس بيشارك الشباب في ماراثون بالدرجات الرياضية كتير جدا، حصلت في مؤتمر شرم الشيخ وحصلت قبل كده كذا مرة. يعني ده رسالة أيضا بأن الواحد مفروض أن هو يصحى الصبح بدري، يلعب رياضه، يفطر بدري، يشوف اللي وراه، ده المهم شوف سوق العمل والانتاج. ده المهم يا استاذ احمد اقتصاديا كمان، تمام، اللي احنا برضو سياده الرئيس بيبعت رسائل بيقول للناس اشتغلوا. يعني ما هو انت يعني المشاكل الاقتصاديه، خلي بال حضرتك، يعني انا دايما في معظم اللقاءات التلفزيونيه بقول ازمتنا ازمه ضمير وانتاج. احنا مشكلتنا الحقيقيه، محدش بقى يقعد يطنطنا يقول لك الدولار، اصل الدولار ما يا عم انتاج، انت 95% من احتياجاتك بتستوردها من الخارج. يبقى لازم ضمير وانتاج، وعشان ضمير وانتاج اعاده بناء الوطن، اعاده هيكله العقل المصري، بس روح التفاؤل، بس روح الـ 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 العمل. يعني في حاجات كتير جدا، تغيير سلوك المصريين. اصل انت يا استاذ احمد يعني هيحكم حد يحكم عليك انت متحضر او غير متحضر ازاي؟ بسلوكك. تمام. سواء سلوكك سياسيا او اجتماعيا او اقتصاديا، سلوكك في الشغل، سلوكك في بيتك، ده مهم جدا لاعاده بناء الوطن. الرسائل دي مهمه جدا لسياده الرئيس في 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 هو يعني بيختار توقيتات، فعلا توقيتات هامة جدا، لأن برضو فيه هجمة شرسة، وأنا بحذر تاني، وفي هجمة ممنهجة سواء في الداخل أو الخارج، في إعلام بيخدم على أجندات رجال أعمال، في إعلام بيخدم على أجندات خارجية، في إعلام خارجي يعني قضيته مش الرئيس. لكن حضرتك لما بدأت معايا الحديث اتكلمت عن إعلام الدولة، وقد إيه أنك مقدر هذا الإعلام لأنه بعيد عن أي أجندات لرجال أعمال أو أصحاب مصالح أو غيره. ويمكن إحنا شفنا الهجمة الشرسة اللي تعرض ليها مبنى ماسبيرو مؤخرة من بعض الإعلاميين اللي عاملين في القنوات الخاصة، اللي بيقف وراءها طبعا رجال أعمال. فده طبعا شيء المفروض يبقى معروف للناس كله. شوف يا أستاذ أحمد، يعني خليني أكلمك بمنتهى الصراحة، يعني كل الوطنيين، وأنا عارف أن التلفزيون رغم كل التشكيكات في التلفزيون الوطني المصري، إحنا ما عندناش أجندات غير الوطن، تمام، وما عندناش حلول وسط، ما عندناش حلول وسط غير الوطن. يعني ما يعني ما اللي بيحاول يقوم بعملية اختراق للتلفزيون، وما خلي بالك اللي بيهاجم مين؟ أجندات اقتصادية. أصل أنا فاهم اللي بيهاجم أجندات أجندات اقتصادية، البعض عايز يقتنص، البعض عايز يسيطر على التلفزيون المصري. قال لك هو دلوقتي يعني زي ما يكون سمرة بقى خلاص، اي نعد وحان الان اللي احنا نقطفها. لا، التلفزيون الوطني، وانا مع الدولة المصرية بقول انا عارف ان في مشاكل في الحكومة، مشاكل جسيمة جدا، بطالب الحكومة انها تتدخل، يبقى في برنامج لعادة الهيكلة. والمسألة مش صعبة والله، انتوا مبنى ضخم مش موجود في الشرق الاوسط، عندكم عدد ضخم جدا من القنوات، هو محتاج شوية فلوس وبرنامج اعادة هيكلة، تمام، يتم بعقلية اقتصادية. وانا اتصور تلفزيون بهذا الحجم، التلفزيون الشعبي يا جماعة، ده تلفزيون وطني طبعا، الدولة محتاجة ده،
طبعا وموجود في كل الدول المتقدمه الناشونال تي في، يعني التلفزيون الوطني ده موجود في كل الدول المتقدمه وغير المتقدمه، يعني لا يمكن الاستغناء عنه تماما. طيب نروح نكمل اخبارنا من جريده اخبار اليوم الصفحه الثالثه، 60,000 شقه بدار مصر في المرحلتين الاولى والثانيه الشهر القادم، تسليم الحاجزين في العبور وبدر وسادس من اكتوبر ودمياط. يمكن هذا الخبر خرج من مسؤول بوزاره الاسكان عشان ينفي شائعات بتتكلم عن يعني بتشكك في هذا المشروع اللي طبعا بيخدم فئات كثيرة جدا من المواطنين اللي بيحتاجوا طبعا لشقق على مستوى متميز ان هم يعني يسكنوا فيها. فطبعا ده بيدل على انه المشروع مستمر ويمكن في 5 مراحل ايضا، احنا دلوقتي بنتكلم عن مرحلتين الاولى والثانية. شوف يا استاذ احمد، يعني احنا بدأنا الحلقة حرب الشائعات بالضبط، يعني أنا ما شفتش في حياتي والله من بعد 30/6 هذه الحرب الشرسة. أنت كل يوم يعني كل يوم شائع واثنين وثلاثة وعشرة وميليشيات إلكترونية شغالة لبث روح الإحباط ولبث روح التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. اسقاط وطن، وطن فلت، وطن كان المخطط ليه إن هو ما يكونش موجود على الخريطة دلوقتي. بالظبط، انت كنت تختار سيناريو العراق، سيناريو اليمن، سيناريو سوريا، ده اللي كان مطلوب. طبعا الخبر ده كان فيه شائعات اللي هو هذا المشروع قد تم ايقافه. المشروع ده 150,000 شقه على 5 مراحل. احنا المرحله الاولى والمرحله الثانيه انتهت تماما. وبعدين فكر في العامين الاخرين من بعد تولي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاسكان ده مهم جدا. يعني احنا دايما كنت انا ايه ده زمان بقى، يعني حتى من قبل 25 يناير كنت بقول لهم خلوا بالكم العشوائيات دي اللي بيخرج منها الارهاب. بالظبط، هو ده يمكن موضوع الخبر اللي بعده استاذ سليمان، خلينا نتكلم عنه من جريده الجمهوريه الصفحه الاولى. نائب وزير الاسكان في تصريحات للجمهوريه، تطوير 351 منطقه عشوائيه غير امنه، معاناه الدويقه تنتهي خلال 2 عامين، مجتمعات عمرانيه جاذبه ضمن مشروع 1.5 مليون فدان. يعني ده بياكد على جهود الدوله لمحاوله استئصال العشوائيات اللي هي الحقيقه تراكمت خلال السنوات الاخيره. ويمكن يعني مسؤولية تواجد هذه العشوائيات بترجع للعصور السابقة، لكن دلوقتي في تحدي ان احنا نواجه هذه العشوائيات والدولة بتقوم بهذا الموضوع. تعليق حضرتك ايه على تصريحات نائب وزير الاسكان حول تطوير العشوائيات؟ ده مهم جدا يا استاذ احمد. وانا دايما بكرر الكلام ده كتير 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 في كل البرامج. يعني تمام، الدولة قبل 25 يناير على مدار 30-40 سنة ما كانش فيه رؤية اقتصادية. ما كانش فيه رؤية اقتصادية واضحة. أي رؤية اقتصادية في لأي دولة متقدمة في العالم أو دولة عايزة تبقى متقدمة، أنت بتبني خريطة الاستثمار بتاعتك على أنك عندك نسبة، بقوله تاني، على أن نسبة زيادة في الاستهلاك ما بين 10-15%. أنت بتبني الرؤية دي، يعني أنت بتوظف الاستثمارات الداخلية، انت محتاج ايه في الداخل ومحتاج ايه للتصدير. ده ما كانش موجود، اعتمدنا على كل الاستثمارات او المشروعات للاسف الشديد الاستهلاكيه بشكل كبير جدا، سمنا على الشيبسي على مش عارف شوكولاته على ايه على ايه، بدون وضع خريطه مستقبليه للاقتصاد المصري. يعني على مدار، هنقول نضع خريطه على مدار 20-30 سنه، لان انت عندك نسبه في الزياده السكانيه سنويا ما بين 2-2.5%. مع ده امتد السرطان العشوائي لمعظم احياء اللي موجود على ارض الوطن. يعني انت عندك تاكل للاسف. ده انا كنت في زياره للبلد في الفيوم، وبعدين الارض الزراعيه الجميله في مدخل الفيوم تأكلها كلها. بالظبط، يعني انا حتى قعدت اتناقش مع الناس هناك، قلت لهم طيب انتوا بتشتكوا في شكوى من ارتفاع اسعار الخضر والفاكهه، طب انتوا بتبنوا على الارض الزراعيه هتاكلوا ايه؟ ما هو ده بيضر بالامن الغذائي القومي طبعا. لكن هو يمكن كان استغلال لحاله الانفلات الامني اللي يمكن الأعقاب الثوره كان زادت في الفتره دي حاله التعدي على الاراضي الزراعيه بشكل كبير جدا. يمكن مشروع 1.5 مليون فدان ده يعني ده خطوه طبعا مهمه جدا، ده خطوه مهمه جدا
اللي طبعا لتعويض هذه الأراضي اللي تم البناء عليها ونظرة مستقبلية صائبة من جانب الدولة. طب نروح لخبر آخر من جريدة المصر اليوم، تفتيش روسي أخير على المطارات قبل استئناف الرحلات، ومصادر تقول عودة الطيران الشهر الجاري حال إعداد تقرير إيجابي. يمكن خبر مبشر من يعني أن في فريق للتفتيش الروسي قام ب يعني تأكد من مطابقة المطارات والإجراءات الأمنية للمواصفات اللي كانت مطلوبة من جانب روسيا، في طبعا بالاتفاق مع الجانب المصري. ده بيعطي دلالة إيه أستاذ سليمان بالنسبة لحل السياحة الفترة اللي جاية أو الوفود السياحية الروسية؟ شوف حضرتك، هو آخر وفد يعني ده الوفد الأخير أو الجولة الأخيرة. الوفد ده بيتكون من 10 خبراء متخصصين في أمن المطارات، يعني بتبقى فيه مراجعات وده مهم جدا. أصل بص، بعض الناس في الفترة الأخيرة داخليا وخارجيا يقول لك شوف ده تدخل في الأمن القومي المصري. يا جماعة، بوتين عنده مجلس الدوما بيسأله، ما هو عنده حكومة وعنده شعب بيسأله بالزبط. هو من حقه. يعني أنت عندك السياحة الروسية ما بين 3-4 مليون سائح سنويا بيجولك مصر. هو الراجل من عايز يأمن شعبه. يعني دي إجراءات بسيطة، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا برضو قعدنا لفترات طويلة حتى تأمين المطارات ها يعني ما كانش على يعني مش مهتمين بها قوي، يعني بنسبة 100%. ليه؟ لأن بعض شريحة من الناس أو بعض شريحة من المسؤولين ما عندهمش الإحساس إن الوطن في خطر. ما عندهمش الإحساس إن أنت في معركة، أنت في معركة بقاء، إما أن تكون أو لا تكون. ده بكلمك بمنتهى الأمانة يا جماعة، والله ما نظرية مؤامرة. دي مش نظرية مؤامرة، دي حقيقة. اللي بيتابع الصحافة العالمية واللي بيتابع القنوات الخارجية يعرف إن المخطط ما انتهاش والله. يعني المسألة ما انتهاش بوجود ترامب، المخطط شغال وعايزين يوصلوا صورة للإدارة الأمريكية الجديدة ها إن البلد غير آمن، البلد غير مستقر، إن 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 إن, إن حاجات كتيرة جدا بيجهزوا ليها دلوقتي وبيجهزوا ليها في المستقبل. فأنا يعني أتصور يمكن على نهاية هذا الشهر أو أوائل شهر مارس ستعود السياحة الروسية. وأنا بقول لبقى المسؤولين المصريين، كل الأجهزة الأمنية، جهاز المخابرات العامة، المخابرات الحربية، الأمن الوطني، الداخلية، يخلي باله بقى اليومين الجاي. وبرضه الإحساس بالخطر ده لازم يكون موجود خلال الفترة القادمة. تمام. يعني ما يبقاش عملية استرخاء ونقول بقى السياحة الروسية عادت مرة أخرى. مش السياحة الروسية برضه، أنا ليه أصدقاء في أماكن، إحنا مش عايزين نتكلم على السياحة عشان هم بيحسوا كده بيعملوا يعني من كل أهل الشر اللي بيتكلم دايما عن طيب. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني. نخلي بالنا الفترة اللي جاية يبقى في تأمين على المناطق السياحية، تأمين ضخم جدا. الأجهزة الأمنية السيادية تبدأ تتحرك بشكل كبير جدا لمنع بقى لمنع لأن ده خلي بال حضرتك، محدش يطلع يقول لي أصله ده تنظيم بيت المقدس أو تنظيم معرفش إيه، ده شغل مخابرات بيستخدموا الجماعات دي لتخريب الوطن وهدم الاقتصاد القومي. طيب نرجع تاني في جولتنا الإخبارية للمشروعات العملاقة. جريدة الأهرام، مدبولي في جولة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة الانتهاء من شبكات المياه والصرف والكهرباء لدار مصر وبيت الوطن. وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولي بيتفقد العاصمة الإدارية الجديدة، يمكن دي بتعتبر من أحد المشروعات العملاقة اللي دشنت يمكن في مصر في الفترة الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ناس كتير مرتقبة هذا الحلم أن يبقى عندنا عاصمة إدارية جديدة ينافس بها العواصم العالمية من حيث مستوى الإعمار والتكنولوجيا ومواكبة التطورات الحديثة في كل المجالات. تعليق حضرتك إيه على هذه الجولة وأيضا الانتهاء من المياه والصرف والكهرباء لمشروعي دار مصر وبيت الوطن؟ شوف أحمد بيه، هتتفق معايا اللي احنا هنبدأ موسم جني الحصاد. هنبدأ يعني الناس كانت مستعجلة ومن حقها، في مشاكل اقتصادية، في مشاكل اقتصادية، لكن مع المشاكل الاقتصادية دي في أمل والله، في أمل. أنا احنا ما بنطبلش والله، احنا ما عندناش يعني انا واحد من الناس واعتقد ان حضرتك بقى، احنا ما عندناش اجندات، احنا اجندتنا الوطن. يعني احنا لا جايين نطبل للرئيس لاداره الرئيس عبد الفتاح، احنا بنطبل للوطن بالزبط. في مشروعات قائمه هائله، مشروع العاصمه الاداريه الجديده ده واحد من نماذج المشروعات الكبرى اللي موجوده على الارض الوطن. انا اعتقد ان المرحله الاولى في طريقها يعني
للاستكمال. طبعا اي مشروع ضخم زي ده لازم يكون عندك البنيه التحتيه الاقتصاديه. البنيه التحتيه الاقتصاديه يعني ايه؟ يكون موجود في المشروع الطرق، يكون موجود صرف صحي، يكون موجود، تكون موجود محطه كهرباء لتغذيه العاصمه الجديده. الدوله في طريقها او على وشك الانتهاء من كل الكلام اللي انا ده رقم واحد. رقم اثنين هنبدا طرح بقى المحصول. يعني وزارة الإسكان هتطرح حوالي 1000، المرحلة الأولى 1500 فدان للمستثمرين بمساحة يعني 50 فدان 500 فدان يعني إيه للشركات الكبرى. بس أنا مهم هنا يا أستاذ أحمد وقلتها برضو في إحدى البرامج، أنا يهمني هنا إيه بقى في التعاقدات مع الشركات الكبرى. أيوه. يهمني يا سيدي اديله الأرض بأسعار رخيصة. أنا ما عنديش مشكلة على فكرة، بس عندي مشكلة في إيه؟ اللي أنت بتلزم هذه الشركات 25% أنا أخده كدوري من المشروع، 25% يكون إسكان اجتماعي وإسكان متوسط، لأن من حق الشعب. إحنا مش عايزين، مش عاملين عاصمة إدارية جديدة للأغنياء، لا، من حق الشعب المصري. يعني الشعب دعانا كتير يا أستاذ أحمد والله، من حقه إنه يلاقي سكن صحي، من حقه اللي هو يجد مناطق جديدة يقيم فيها على مستوى عالمي زيه زي أي، احنا مش هنقول زي الأمريكان ولا الفرنسويين، دول عربية كتيرة جدا يعني بسم الله ما شاء الله، ده من حقه. فأنا بناشد وزير الإسكان العقود الجديدة في هذه المشروعات خصص 25%، أنا ما يهمنيش تديله الأراضي بأسعار مرتفعة، لا، اديها له بأسعار رخيصة، لكن أنت بتلزم كل شركة من هذه الشركات إن هو يخصص لك 25% من المشروع إسكان اجتماعي وإسكان متوسط، لأن من حق الشعب إنه يعيش بقى. بالزبط. إحنا في موسم جني الحصاد. يعني ما نجيش بقى زي فترات سابقة من 30 40 سنة إن كل الدخل القومي لشريحة معينة من المصريين للأسف الشديد وبقية الشعب يبقى يعني ما لا. تمام. طيب نروح لجريدة المصري اليوم. قانون المنظمات النقابية أمام البرلمان خلال أيام، ووزير القوى العاملة محمد سعفان يقول أنه بيتكون من 78 مادة وأول انتخابات خلال 90 يوم بعد العمل به. القانون وقعت عليه الحقيقة عدد من المنظمات النقابية وهيتناقش في البرلمان خلال أيام قليلة. أهمية هذا القانون إيه من وجهة نظر حضرتك؟ وايضا الانتخابات اللي هتجرى بعد العمل ده جميل قوي يا استاذ احمد. يعني ده مش قانون بقى، وفي قانون نقابه الفلاحين كمان معاه. احنا مهم جدا، لان خلي بال حضرتك الفتره السابقه كان في عمليه اختراق للنقابات العماليه اللي موجوده في مصر بشكل خطير، ومعروفين مين اللي كان بيقوم بعمليات الاختراق. ليه؟ ده عمال مصر. احنا عندنا قوه التشغيل في مصر اكتر من 25 مليون. قوة التشغيل الحقيقية اللي موجودة في مصر، هو ما يسيطر على ده سيطر على الدولة المصرية. لما يسيطر على ده، على قوة التشغيل ده، سيطر على الدولة المصرية. فاحنا عايزين قانون، القانون ده هينظم حركة النقابات العمالية بشكل كبير جدا، هينظم المنازعات العمالية اللي موجودة تبقى بتنظرها المحكمة، دائرة المحكمة العمالية للمنازعات اللي موجودة سواء في الشركات القطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص. ده مهم جدا. احنا ما بنقولش قانون للسيطرة، لكن من النقابات دي ملك الشعب المصري، مش ملك جماعة الإخوان. بالزبط. مش ملك يا فندم، مش ملك جماعة الإخوان، ده ملك الشعب المصري. فعايزين الشخصيات في الانتخابات القادمة تبقى شخصيات وطنية. أنا ما بقولش لحد والله، والله ما بقولش لحد اطلعوا طبلوا لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا عايزكم تطلعوا طبلوا للوطن، تقفوا جنب الوطن، إعلاق قيم العمل، نشوف مشاكل الشركات سواء القطاع الخاص أو قطاع الأعمال، مشاكل العمال اللي موجودة فيها إيه. يبقى في برامج لإعادة الهيكلة، يبقى في برامج لإعادة تدريب العمالة المصرية بشكل كبير جدا خلال المرحلة القادمة. احنا مش هنتغلب يا استاذ احمد على الازمة الاقتصادية زي ما انا قلت قبل كده الا بالضمير رقم واحد،
ثم الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج. انت محتاج اللي انت تزود صادراتك من يعني اخر تصريح لمجلس الوزراء الصادرات زادت لترتفع الى 21 مليار و6 من 10 مليار دولار. لا احنا عايزين نزود الصادرات ل 100 مليار دولار، عايزينها 150 مليار دولار، عايزينها 200 مليار دولار. لان انت كل ما بتزود صادراتك يا جماعه الدولار بينخفض. يعني مشكله الدولار ايه؟ عرض وطلب. مشكله الدولار ايه؟ السوق الموازي بالزبط. اللي واقف امام البنوك وهو السبب في ارتفاع الاسعار الدولار في البنوك، خلي بال حضرتك. يعني بنشكرك جدا استاذ سليمان فؤاد نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه. انا بشكرك وبشكر التلفزيون المصري وقناه النيل الاخبار. يعني حضرتك شرفتنا، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا لسه متواصلين معاكم في هذا الصباح، خلونا نروح لزميل محمد عبد الحكم ونشوف اخر اخبار عالم الرياضه والملاعب. تفضل محمد.